300 يوم على الحصار. طبعا لا زالوا مصرين على انهم يسمونه حصار وليس مقاطعه، ونحن نقول 300 يوم من رحمه الله بنا ونعمه وفضله علينا. مشروع اعلام الظل تحت يد عزمي بشاره وتوجيه الراي العام العربي تحت مجموعه من المفكرين بين قوسين المهايطين العرب، والهجوم غير المباشر من خلايا عزمي قبل المقاطعه وطرح قضايا مشبوهه تثير الجدل في الشارع الخليجي، كل ذلك كي لا تتهم قطر في شيء من تحت لتحت. فجاءت الصدمة، صدمة المقاطعة اللي ما توقعها عزمي بشكارة على دماغه وعلى دماغ الحمدين. فاتضح لنا الآتي، فضح جميع القنوات والحسابات الإعلامية وخلاياها والتي تدار على مدى سنوات من قطر، ما أدى إلى سقوطها وإغلاقها لنا. بنيت على أساس تخريبي عفن. فضح تمويل قطر الجماعات الإرهابية والذي أدى إلى تجفيف مستنقعات الإرهابيين داعش خاصة في العراق وليبيا. القضاء على الحوثي النجس صارت وشيكة. والأجمل في هذا كله أن المقاطعة أظهرت لنا أسدين، محمد بن زايد ومحمد بن سلمان. والله لا أقولها تملقا ولا يهمني رأي ناس، إذا كان ربي أعلم بسريرتي، أنهم دكوا الإخوان دكا وزلزلوا الأرض من تحتهم زلزالا شل أجسامهم فأصبحوا كالجيلي جيلي الجيلي تعرفون الجيلي تترنح يمنة ويسرى. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله أن ينصرهم على أعدائهم أعداء الدين، وأن يعز الله بهم الإسلام والمسلمين، وأن يعلي من شأنهم ويرفع قدرهم. قولوا آمين، قولوا آمين.